السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أبنائي وبناتي الطلبة. إن شاء الله ده أول حلقة في كورس الأحياء، إن شاء الله اللي يستفيد منه جميع المراحل. هنبدأ أول حلقة إن شاء الله مع بعض النهاردة، التكاثر في النباتات الزهرية. وكلمة التكاثر في النباتات الزهرية، أول ما أشوف كلمة نباتات زهرية، كلمة الزهرية ديت يعني التكاثر هيبقى عن طريق مين؟ الزهرة. طب إيه هي الزهرة؟ ايه هي الزهرة؟ الزهرة لها تعريف؟ اه طبعا، عبارة عن برعم ينشأ، شوف التعريف كده، برعم ينشأ بين الساق والورقة، اللي هو عنق الورقة، يعني عنق الورقة. الكلام ده ليه معنى عندنا في الاحياء؟ طبعا ومعنى كبير جدا جدا جدا، بس في معلومة عايز اقول عليها. يبقى احنا هنا اتكلمنا على الزهرة، بس في معلومة عشان اوضح الكلمة ديت وما نكتبش وخلاص. بصوا كده، نبات اهو، انتوا عارفين النبات من ابتدائي يتكون من ساق ها وجذر، بصوا المنظر ده كده، وايه واوراق. اي نبات في الدنيا كده، في مجموع فوق بنسميه المجموع الخضري، وفي جزء تحت اسمه مجموع ايه؟ الجذري. المجموع الجذري، عايزين ناخد شويه حاجات حلوين النهارده. وده المجموع ايه؟ الخضري. مجموع الخضري، يعني ايه الخضري؟ يعني اللي بيلتقي او بيستقبل ضوء الشمس. طب ايه حكايه الزهره في الموضوع ده؟ انت اتكلمت عن الكلام ده ليه؟ لان في نوعين من تكون الزهره في النبات، يا اما الزهره تتكون في القمه، وفي هذه الحاله الزهره اتكونت اهي، في هذه الحاله مفيش زهره هنا في الابط ما بين الورقة والعنق، احنا قلنا دي اساس الايه؟ الزهرة. طب قد تتكون الزهرة قمية في القمة، يعني ايه الكلام؟ يعني النبات ما عادش يستطيل، دي معلومة ها، قمية قاف خلاص. يبقى في الحالة ديت النبات ما عادش هينفع ايه؟ طبعا الورق لها ايه؟ عروق معروف، ولنا كلام بقى في التعرق، وفي متوازي، وفي راحي، وفي كلام كتير في الحصص التأسيسية اللي احنا نعملها اونلاين ان شاء الله، يعني في حصص تأسيسية في الأحياء لجميع المراحل إن شاء الله أونلاين هتتعمل، والتواصل هيكون عن طريق الواتس، ورقم الواتس معاكم هوت 011-496-0849. يبقى ده التواصل عشان نشوف الأونلاين ونظامه وناخد الموضوع جديا، واللي عاوز يستفيد إن شاء الله يبقى فيه تواصل مع بعض عشان أعرفكم نعمل إيه. يبقى الزهرة ممكن تكون قمية، وفي هذه الحالة النبات ما عادش هيرتفع أكثر من هذا. طيب لو ظهرت لي هنا، هعملها بلون تاني خالص، هو الزهرة اتكونت هنا خلاص، نعرف ان النبات هيستطيل بكمية كبيرة، يعني هيعلو هينمو بكمية أكبر، ده النمو بتاعه وقف لو قمية. دي معلومة على الهامش بس. طب الزهرة، احنا قلنا برعم ينشأ بين الساق والورقة بصفة عامة، طب إذا تكونت قمية يتوقف، قلنا ده مجموع جذري، وهناخد حاجة اسمها الشعيرة الجذرية. شعيرة ايه؟ الجذرية، يعني الشعيرة الجذرية ده هي هناخدها كمثال وتترسم ان شاء الله. نبدأ الزهرة بس الأول، الزهرة مطلوب رسمتها عشان نفهمها. بصوا منظر الزهرة بدايتها، بنبدأ من هنا خلاص، دي الجزء ده اسمه التخت. شوف انا هرسم الزهرة ازاي، المبيض في المنتصف، يبقى دي رسمة الزهرة مطلوبة مرحلة ثانوية ومرحلة اعدادية وثانوية عامة، اللي يمتحن ان شاء الله يوم الخميس. ها بص انا بعمل ايه دلوقتي، ده المبيض اهو، بسرعة عشان ما اطولش عليكم برضو، عشان عايزين نعمل حلقتين ثلاثة كمان. المبيض شوف انا هعمل ايه، خط بعيد اهو مبيض. طب انت رحت ليه؟ لان فيه رحت بعيد شويه ليه؟ لان انا هشاور لك على المبيض اهو، هشاور هنا قلم، وهنا ايه؟ ميسم. يا ريت نركز مع بعض ورقه وقلم كده ونتعلم الرسم في الاحياء. التلاته مع دول مع بعض اسمها كربله. طيب نقول كربله وكربله وكربله باللغه العربيه يعني كرابل، احنا ما احناش في العربي الوقت، لا، كربلة وكربلة وكربلة كرابل زي ما قلنا، ولكن بنتكلم عن الاسم العلمي اللي هو بتاع الأحياء، المتاع. إيه حكاية المتاع؟
عضو التأنيس في الزهرة. عضو التأنيس، ركزوا معايا، تأنيس في الزهرة. طيب هنا المبيض فيه ايه؟ بصوا كده، فيه البيضة او البويضة. طب وبعدين عايز تقول ايه يا استاذ؟ الزهرة دهيت بنقول بعد عملية الاخصاب، بصوا الكلمة اللي هقولها بقى كده، المبيض يتحول الى نقط، والبيضة او البويضة تتحول الى، ده كلام كبير قوي، يعني الزهرة لها فوائد في النبات. طبعا احنا المبيض اساسا، بصوا الكلام اللي هكتبه بقى، المبيض الانتفاخ ده هو الثمرة، تتحول الى ايه؟ الثمرة. يعني ايه الثمرة؟ كمتراية، خلاص، اي حاجة احنا بناكلها، خلاص، خوخ، اي حاجة من النباتات المزهرة اللي بتطلع عن طريق ايه؟ المبيض، بيتحول بعد الاخصاب الى ايه؟ ثمرة. طب البويضة الى بذرة، بذرة، ولذلك ديت اللي بتزرع، خلاص. يبقى البويضة اصليها اللي احنا بنرميها في الارض او بن ايه؟ بننبت بها ايه؟ نبات اخر. ركزوا معايا الجزء اللي انا رسمته ده، يبقى في الامتحانات ممكن يقول لي مما تتكون الكربلة. كربلة تتكون من ثلاث اجزاء، مبيض، قلم، ميسم. الميسم ده عليه مادة لزجة، مادة لزجة. ياريت نفهم الرسمة وبالراحة، عشان عايزين نقول حاجتين كمان، مراحل انبات حبة اللقاح، ونقول ايه كلمتين قبل ما نخلص الحلقة. طيب يبقى ده المحيط الزهري الاولاني. المحيط الثاني عبارة عن خيط، وكلمة خيط يعني خيط، حاجة رفيعة، اهو في فرق بينه وبين القلم الوقت. يبقى ده اسمه ايه؟ اسمه خيط. بعدت بعيد ليه؟ برضو لان فيه لسه حاجات، هنا خيط، خلاص، وهنا ايه؟ متك. المتك ده اللي بيكون حبوب اللقاح. يبقى فيه نقط حمراء هيت اهي. طبعا المتك مش كده، ده المتك ليه رسمة، بصوا كده، اربع اكياس زي الشكاير كده، او الايه، الاكياس اللي احنا عارفينها، بتاع رز، بتاع ايه، اي حاجة بنحطها في شكاير، خلاص، هي كده اربعة، اتنين، وفي اتنين ورا ما بيبانوش. رسم تخيلي، بصوا المنظر غريب، هو ده كله اسمه المتك؟ بصوا كده، ده المتك. يبقى المتك عبارة عن ايه؟ اربع اكياس ممتلئة بحبوب اللقاح. حبوب اللقاح دي مهمة جدا جدا، وهنشوف حكايتها الوقت. وحبة اللقاح لما تيجي نحلة تقف عليها وتقوم نقلها لي على مين؟ على الميسم. يبقى حبوب اللقاح، معلش لسه ما قلناش، المتك، خلاص، والخيط اسمهم ايه؟ سوداء، خلاص، سوداء وسوداء وسوداء أسدية. بس انا عايز كلمة السوداء، لا، ده الاسم بتاع مين؟ الطلع. ايه هو الطلع يا مستر؟ هو عضو التذكير. يا ريت ما يكونش الرسمة دخلت على بعضها. الجانب الاخر ده مش عايز امسحه برضو، لان برضو حتة كويسة تذكرة بايه؟ بحكاية المجموعة الخضري والمجموعة ايه؟ الجذري، والنبات على بعضه زي ما احنا عارفين. طيب انا عاوز اقول ايه تاني؟ ده المحيط الزهري التاني. يبقى المحيط الزهري الاولاني كان اسمه المتاع وعضو التأنيس. يا ريت نركز مع بعض، لان عايز اقول كميات بسيطة ببسيطة عشان الحلقة ندرسها كويس ونذاكرها ايه كويس مع بعض، للي عاوز يبقى شاطر وعملاق في الاحياء. يبقى هنا سوداء خيط ومتك سوداء، باللغة العربية أسدية، جمع السوداء، خلاص، سوداء وسوداء وسوداء، قلنا أسدية بالعربي، لا، بالأحياء والعلوم اسمها الطلع، وهو عضو الايه؟ التذكير، طلعوها نضيد بالنسبة لايه؟ للنخل. طيب نيجي برقم ثلاثة، رقم ثلاثة، بصوا المنظر ده بقى كده، ديت بتلة، انا رسم كل الرسمة الناحية دي، الناحية التانية سايبها فاضية اهي، خلاص، يعني الشق الايمن هيبقى زي الشق الايسر بالظبط، بس مش هنكتب بيانات بقى، بصوا بقى كده اهو، دي اوراقها زاهية، احنا قلنا اسمها ايه؟ بتلة، بتلة وبتلة وبتلة وبتلة، بتلات عربي، ولكن علوم
التويك. خلاص التويك. تاني التويك يتكون من عدة بتلات، كل بتلة تتكون او بها ايه او نقاط كده خلاص، او اوراقها زي هي لجذب الحشرات. ليه؟ عشان ايه؟ لو انا زرع نبات وطلع لي زهرة عشان الم حشرات في البلكونة ويترمى من ورايا كده وانا بره، لا طبعا، لا، الحشرات دي بتيجي عشان عملية التلقيح، عشان يتم عملية التلقيح. يبقى التويك يتكون من عدة بتلات، البتلة اوراقها زي هي وايه وملونة لجذب الحشرات. طيب اخر واحدة بقى الكأس. ايه هو الكأس؟ بصوا على الكأس كده، انا لو طولت اعمله لغاية كده بس عشان ما نتلخبطش يبقى احسن. شوف انا عملت ايه، الكأس اهو ومظلله خالص تظليل جامد، اوراقه متينة وخضراء. طب انت عامله اسود ليه؟ معلش عشان يظهر بس عندنا. يبقى ده اسمها سيبيلا، سيبيلا وسيبيلا سيبيلات، لكن المجموع في العلوم او الاحياء الكأس. يبقى الكأس يتكون من عدة سيبيلات قصيرة ومتينة. لماذا؟ لحفظ اهم جزء في الزهرة. ايه هو اهم جزء في الزهرة؟ الجزء الداخلي ده، المبيض وما به من بويضة. يبقى المبيض ده بينتج ايه؟ بويضة. خلاص قلناها بويضة او بيضة، مفيش كلام كتير فيها ما يمش عشان ما نلخبطش نفسنا. يبقى الزهرة تتكون من اربع محيطات زهرية، دي اسمها زهرة نموذجية. ما معنى زهرة نموذجية؟ هل بتطلب كده الكلمة دي؟ اه طبعا. الزهرة النموذجية تتكون من اربع محيطات زهرية. يعني في ازهار ما فيهاش اربع محيطات زهرية؟ اه. بصوا كده المنظر ده قبل ما نرسم حبة اللقاح، ادي زهرة، ادي التانية، ادي التالتة. انا ممكن اعتبر ديت واحدة من التلاتة. يعني ايه؟ بصوا كده الزهرة يجيبها لي كده اهو كده، هقول له زهرة مؤنثة. طب بقيتها فين؟ ما يهمنيش يا صديق، دول موجودين موجودين، لكن كون عضو التذكير مش موجود خلاها زهرة مؤنثة. زهرة ايه؟ مؤنث. تفيد بحاجة؟ هقول له كل وقت، ما اصل كل حاجة عايزين نفهمها، احنا عاوزين، احنا بنشتغل مع بعض الوقت عشان نفهم. طيب تعالى في التانية بقى كده، التانية زهرة مذكرة. عرفت منين؟ فرق جامد والموضع نفسه والجزء ده رفيع جدا. هتقول لي ما انت عامل لي ده رفيع؟ لا، واضحة جدا هنا الفرق. خلاص يبقى الوقت هنا اهو، زهرة مذكرة، زهرة مذكرة. طيب التالتة انا هشاور على دي بقى، اهي دي اسمها زهرة خنسة. زهرة ايه؟ خنسة. وزهرة خنسة اللي مندل اشتغل عليها، العالم مندل في الوراثة. يعني زهرة خنسة يعني ايه؟ اهيت برضو عشان ما نروحش بعيد، فيها اعضاء التأنيس اهيت، واعضاء ايه؟ التذكير. خيط رفيع اهو، وده المتق. بقيه المكونات دي موجوده في الثلاثه. زهره مؤنثه فيها المبيض، فيها الكربله بس على بعضها. ها هنا زهره مذكره ما فيهاش الا عضو التذكير، زهره خنسه فيها اعضاء التذكير واعضاء ايه؟ التأنيس. دي تفيدنا في ايه؟ يعني دول الثلاثه دول يعني لازمتهم ايه؟ لازمتهم لما نيجي نتكلم عن التلقيح، انتقال حبة اللقاح من متق زهرة إلى ميسم زهرة. خلاص يبقى فيه أنواع من التلقيح هنشرحها لكم بإذن الله بالتفصيل في حلقة الواحدة. خلينا بس نعرف الثلاث أنواع دول ليه؟ لأن أنا عايز أتكلم عن الحاجة المهمة وبتيجي كتير في الامتحانات، حبة اللقاح. حبة اللقاح دهيت إيه نظامها؟ حينما تسقط على هذه المادة اللزجة، مادة لزجة سكرية، ايه اللي بيحصل؟ بتنبت. بتنبت يعني ايه؟ يعني بتمتد. يعني بصوا بس خطوات انبات حبة اللقاح، لان ده سؤال مشهور بصراحة. خطوات انبات حبة اللقاح، و99% جاي ثانوية عامة هذا العام. 99% هيقول لي ايه؟ وضح بالرسم.
وضح بالرسم خطوات انبات حبة اللقاح. دي مهمة جدا جدا جدا. طيب نرسمها ازاي؟ حبة اللقاح بنحطها في مادة نسبة السكر فيها 15%. حبة اللقاح لو بصينا عليها فيها جدار وفي نواة أنبوبية ونواة مولدة. النواة المولدة لفوق، اوعى تحطيها تحت. نواة مولدة ونواة أنبوبية، يعني في نوعين. السهم اهو. النوع الثاني نواة أنبوبية. ركزوا عشان قربنا نخلص برضو، عشان نحاول نعمل حلقة ولا اتنين كمان النهاردة او بكرة بإذن الله عشان كلنا نستفيد. يبقى ده عبارة عن ايه؟ حبة لقاح، حبة لقاح بعدها بقليل يتكون انبوب لقاح. شوف الرسمة، لازم ايدينا تبقى سهلة كده مع الرسم. يعني ايه يا مستر؟ يعني الجدار زي ما هو، الجدار ما حصلوش حاجة اهو. هنا النواة الأنبوبية برضو، يعني النواة الأنبوبية نعتبر أنها تبدأ تنزل هنا. النواة المولدة لسه زي ما هي فوق، النواة المولدة لسه زي ما هي فوق أهي عشان ما نضيعش وقت أهو. خلاص، ودي النواة الأنبوبية، بس في حتة جديدة بقى، ده اسمها أنبوب اللقاح، أنبوب اللقاح. طيب بعدها بقليل، بعدها بقليل يزداد استطالة أنبوب اللقاح. لا يا مستر، لأن بصوا كده الكلام اللي بيحصل ده بيحصل في المنطقة دي في الميسم. يبقى الميسم ده هو بينبت عليه لأن مادة لزجة سكرية، بيستطيل أنبوب اللقاح، بيستطيل بيستطيل، وشوف ماشي لغاية فين، لغاية ما يوصل هنا. طبعا البويضة، البويضة خلاص فيها نواة، النواة ده هي بيجي عليها النواة الايه المذكرة من هنا. نبص على الموضوع، بصوا بقى كده، النواة الأنبوبية، النواة الأنبوبية اتكون فيها نواتان مذكرتان واختفت النواة المولدة. يبقى أنبوب اللقاح، أنبوب اللقاح اللي نزل لغاية ما وصل للبيضة أو البيضة، بصوا المنظر اللي هيحصل كده، نواتان مذكرتان، نواتان مذكرتان، نواتان مذكرتان. النواتان المذكرتان ده همت خلاص هيبدأهم ينزلهم في الايه البويضة. يبقى الوقت هنا هوت البويضة، هيت بويضة هي فيها النواة بتاعتها، النواة المؤنثة خلاص. لما انبوب اللقاح ده بيمثلها لكم ببيضة مسلوقة، معلش التمثيل يعني مش كويس شوية بس مش مشكلة، بيضة مسلوقة وانبوب اللقاح بيجي كأن بعض سرنجة حقنة، بيدخل كده ويقوم ايه، ها ايه اللي يحصل؟ بيتم دمج ايه احدى النواتين المذكرتين دول، واحدة فيهم بتيجي ايه تخصب. يبقى ديت نواة مؤنثة، نواة مؤنثة بتاعت البويضة، كلام ده مهم جدا يا جماعة، البويضة خلاص بيتم ادخال اللي هو الاخصاب بقى، ادخال نواة المذكرة، نواة مذكرة. ليه؟ عشان دي اسمها بويضة، قبل ما دي يدخل فيها دي اسمها بويضة مخصبة، دخل فيها يعني. يبقى البويضة العادية دي اهي، اهي اللي فيها في الاول اهي النواة، يبقى دي اسمها بويضة ناضجة. ناضجة يعني ايه؟ مستعدة لعملية الاخصاب، معلش زي بنت، معلش قابلة للخطوبة، بس ما يجيبش عيلة صغيرة 4 سنين وأقول لها أنت اتخطبت، لا. يبقى دي بويضة ناضجة. طب لما دخل فيها حبة اللقاح بقى اسمها بويضة إيه؟ مخصبة. أما لما يندمجوا مع بعض، أدي النواة المذكرة المؤنثة وأدي النواة الإيه؟ المذكرة. لما يندمجوا مع بعض بقى اسمه زيجوت. يعني إيه زيجوت؟ في المادة الوراثية كاملة. طب ما هنا في مادة وراثية كاملة في المخصبة، وده هتفيدنا في الوراثة. بويضة مخصبة فيها فعلا نواتين وفيها المادة الوراثية كاملة،
ولكن لم يحدث اندماج. خلاص انا خاطب بدخل البيت وخلاص، انا في عملية زواج خلاص بقى اسمه زيجود. خلاص يبقى في الحالة ديت ايه؟ زيجود. الزيجود ده بقى بينقسم عدة انقسامات اهو، بعد كده 4، بعد كده 16، بعد كده 32، لغاية ما تصبح ايه في الاخر بنحصل على عملية الايه؟ الجنين. الجنين ده هو اللي بيصبح ايه؟ نبات، وبينضج وبايه؟ بدينا عملية الاخصاب. يبقى في عملية تلقيح وثم عملية ايه؟ اخصاب. ما هو التلقيح؟ هو انتقال حبة اللقاح من مطق الزهرة الى ميسم نفس الزهرة. الله، ده اسمه تلقيح ذاتي. يعني في تلقيح خلطي نيجي لدول بقى بسرعة عشان نخلصه. الزهرة المؤنثة، زهرة مؤنثة يحدث فيها ايه؟ يحدث بصراحة عشان برضو ما نضيعش وقت كتير وما يبقاش فيه لاط في الكلام، بيحدث فيها نوعين، يا اما الذاتي لو هي الامور مكشوفة ذاتي ممكن يحصل خلطي. طب انا عايز امنع التلقيح الخلط، اغطي الزهرة، يبقى خلي الزهرة منها فيها. وده الكلام ده زمان قلت لكم ان شاء الله هيبقى في حلقة موجودة مع التكاثر اللاجنسي هشرح لكم التلقيح وانواعه، الخلط والايه والذاتي، لان الذاتي بيحدث حينما يتم تغطية ايه؟ الزهرة كلها على بعضها. ليه؟ عشان ما تجيش حشرة من برة تقوم عاملة لي ايه؟ تلقيح خلطي. خلاص؟ طيب الزهرة المذكرة بيحدث فيها اي نوع من التلقيح؟ ده اللي هسيبها لكم ان شاء الله في الواجب. انا عاوز هنا نوع التلقيح، نوع التلقيح في التلاتة. يبقى سؤال للتفكير مع بعض، لانني اديت سؤال في الكيمياء وان شاء الله هندي سؤال في الفيزياء باذن الله، لان في ثلاث انواع من الكورسات باذن الله، كورسات في فترة الصيف اللي احنا قاعدين فيها دلوقتي، يعني نثقف نفسنا نتعلم ندخل على الدراسة من شهر 8 او شهر 9 ان شاء الله، عندنا كم كبير من المعلومات نفهمها ونفهم كويس جدا. يبقى في كورس كيمياء، كورس فيزياء، كورس احياء اللي هنبدا بيه ونشتغل بيه ان شاء الله، ويبقى فيه اونلاين للي عاوز يشترك معانا وباجر رمزي. واجر رمزي يا جماعه ما نقعدش ايه نتكلم كتير فيه، حاجات يعني معلش هتفيدكم كانكم انتوا بتاخدوا درس برايفت. خلاص انا بقول المعلومه ديت عشان برضو ايه الجميع ينتبه الى ذلك. خلاص مستر مصطفى رجب يحييكم مدينة دمياط الجديدة، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدامنا السبورة نبص عليها دقيقة.